هذا وقد قام رئيس جامعة قناة السويس ناصر مندور بوضع حجر الأساس لمجمع الاختبارات الإلكترونية بمقره الجديد أمام مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وأكد رئيس جامعة قناة السويس أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ويتم الآن العمل في دبقات الإحلال، مضيفا أنه تم أيضا الاتفاق على أن يتم استلام المبنى خرساني خلال 6 أشهر من الآن. التوجهات الرئاسيه وخطه الدوله للرقمنه والتحول الرقمي في كل مؤسسات الدوله، فاحنا النهارده حطينا حجر اساس لمبنى الاختبارات الالكترونيه اللي غالبا هيتحكم في كل الاختبارات اللي داخل الجامعه، سواء اختبارات منتصف العام او نهايه العام او حتى الاختبارات حتى بتاعه الدراسات العليا. المبنى مؤهل ارضي واربع ادوار، فيه 3900 جهاز. اذا الحد الأدنى للاختبارات داخل هذا المبنى هيبقى 3900 طالب في نفس التوقيت.